ابن عامر المسلوسي صح كده؟ اه العقد خلص، مش من حق حد يعرف هو بكام، يعني دي علاقة تعاقدية بيننا وبين اللاعب ده. حمزة المسلوسي خلصنا منه، سيف الجزيري خلصنا منه، وهنشوف سيف فاروق جعفر. فاضل سيف فاروق جعفر، سيف فاروق جعفر خلاص خلصناه الحمد لله، وهو كان جاله أرقام كبيرة على فكرة، لكن الأرقام اللي اتفق بيها مع أمير مرتضى وميدو، واللي واحد بعت لي رسالة بيقول لي هو ميدو بقى رئيس النادي بيصرح بكل حاجة، أنت مال أهلك يا جماعة؟ واحد شغال وبيساعد النادي، وإيه الغل اللي موجود عند بعض الناس دول؟ أنا بشكرك طبعا يا سيف، خلصنا عقده الحمد لله. واحد يقول لي فين التوقيع، هوريه لك حاضر. ومعاه طبعا وكيله استاذ حازم، استاذ حازم في عيب واحد اللي هو كارتيرون، اخلص من كارتيرون. تمام، فاحنا كده خلصنا كل اللعيبه اللي هي ليها تجديد، صلحنا عقد سيف الجزيري وعملنا له سنتين جداد مش كده، وحمزه المسلوسي خلص، وسيف خلص، واحنا في انتظار الست والدته المحترمه، وده شيء محترم منه ان هي تيجي، واحنا بنوري العقد للناس. لكن احنا اتفقنا على خلاص 4 سنين كل سنه بكام. بشكره جدا جدا، بس عايز اقول لاسامه نبيه حاجه، انا مش زعلان منك على اللي انت بتقوله، بس انا مش حابب انك انت كنت في نظري حاجه كبيره تظهر. ليه؟ انا اللي كلمتك شخصيا وقلت لك يا اسامه هات ابنك وتعالى اليوم الخميس عشان يوقع العقد، قلت لي حاضر، وانت اللي ما جيتش، وطلعت انت الولد موقع، وده حقه على فكره، على فكره ابنك مؤدب جدا جدا، ربنا يخليه لك، ما يقلش عن سف الادب والاحترام يعني. هل بقى انت اللي حرضت يروح يعني؟ انا الواد شخصيا جاي قال لي انا عايز اقعد في النادي، انت بقى فرضت؟ وبعدين انت طالع مع واحد كاري يعني، يا جماعه يا بشير يا تبعي يا زملكاوي، يا اسامه يا زملكاوي، يا اي حد زملكاوي، بلاش تطلعوا مع مذيعين كارهين الزمالك. اولا بيقعدوا يورطوكوا في كلام ضد ضد النادي، من فضلكم يعني. فانا انا اللي مكلم اسامه، وانا عمري ما اتدخلت مع الجهاز الفني، لكن انا كلمت وكيل الراجل وعبد الواحد السيد، لاول مره اتدخل وقلت له لما عرفت ان الولد ممنوع من التمرين معاهم، قلت له من فضلك نزله التمرين، مش من فضلك لعبه. في ناس ده في بقى جمهور بقى الناس بعد عن الجمهور كده، وهو ما لعبش ده ليه؟ وده يوسف ليه؟ واسامه اتغير ليه؟ طب وسيف ما لعبش؟ طب وسيف بيلعب؟ اي كلام في اي كلام. لكن انا عشان الحساسيه كلمت حبشي، وموجود حبشي، وكلمت كابتن عبد الواحد السيد، قلت له من فضلك قول للراجل بلاش ياخد موقف من الولد، لانه الولد صغير ولغايه اخر يوم في عقده هو موجود في نادي الزمالك، فما يمنعوش من التمرين بعد اذن يعني. فاقول له سامع انا اللي كلمتك شخصيا، انت قلت ما حدش قاعد معايا الكلام ده. انا بشكر امير وبشكر ميدو بصراحه لانهم قعدوا مع سيف، وبشكر حازم، انا اول مره اشوفه ما كنتش طايقه عشان كارتيرون، وطلعت انا هبشته مره قبل كده فاكر انا، لكن هو خلاص يعني، هو بصراحه متعاون جدا جدا. بشكر طبعا سيف انه خلص، لان ده ناديه بصرف النظر عن مين والده، لا هو متربي في النادي يعني، حتى لو ابوه مش فاروق جعفر، لا هو اصلا متربي يعني، طالع من كام انت عندك 7 سنين، مش عايز اقول له، مش عايز اقول لك كنت بشيله على كتفي. تمام، سيف من اللعيبه الممتازين جدا جدا زي كل اللعيبه. وبعد اذنكم تاني بقول اللعيبه اللي هتمشي محدش يعرفها الا كارتيرون، لا اسمه ايه ده، اسمه ايه، ازيريو، اسمه صعب شويه، ازيريو، وامير مرتضى، ومرتضى، وكابتن جمال عبد الحميد بيمثل الجماعه بتوع الكوره في مجلس الاداره، وخلاص اللي ماشيين معروفين خلاص، ولا حد في اللي يفتوا عليهم دول من الاسماء دي. بشكرك وانا مستنيك بكره مع حضرتك ان شاء الله، شرف ومبروك، الف مبروك، وان شاء الله هنشوفك بقى. انا بقول لك الموسم ده احسن من اللي فات 100 مره، لانك انت اندعكت الموسم دون وتودكت من اللعبه مع الكبار، ووضع طبيعي واحد بيبقى طالع من الناشئين يا جماعه يعني. شوفوا نمر لما اول ما طلع، حسام اول ما طلع، طارق اول ما طلع، يعني الناس دي الولاد دول اول ما يطلعوا برضه في رهبه، فريق اول وجمهور والكلام ده كله.
مبروك لجمهور الزمالك سيف فاروق جعفر. بشكرك يا امير وانت مسافر، بشكرك يا ميدو يلي بتتشتم وانا فرحان انك بتتشتم، تشيل شويه عننا تمام. بقول لجمهور الزمالك افرح، احنا كل شغلنا لصالح هذا النادي. بشكرك يا حازم طبعا انك انت كان في ميعاد وجيت فيه وخلصنا الموضوع في سلاسه ويسر ان شاء الله الحمد لله. وانا هجيب له الشبكه، اتفقنا؟ اتفقنا. وكلمت انا الجوهرجي؟ حصل تمام؟ حصل. يلا مبروك.